القاضي طبعا. المسألة الأولانية بتقول لحضرتك انتوا باسم او انتوا باس وير كومن ديفينيشن ذا ريدكشن اوف ذا فيرست ذا ريدكشن اريا اوف ذا فيرست باس 3/10 وسكند باس 4/10. القضية بتاع المسائل دي كلها بتنحصر في فكرة واحدة او في كلمة واحدة. حضرتك لازم تكون معتقد، مش معتقد، ده يقين مش اعتقاد، اعتقاد يقيني ان الريدكشن فيليا لا تجمع. حضرتك ما بيجمعش الريدكشن فيليا، يعني حضرتك لما اقول لحضرتك انا عملت الريدكشن فيليا 30% وبعدين 40% وبعدين 50% وبعدين 60%، فين علي الاول بتاع الدفعه؟ فين علي؟ هو ما بيجيش. ما انت بتعمل ايدك كده ليه يا ولد؟ هتبعت بقى معد عليهم مش هم قاعدين معانا؟ هو انا يعني هنخلص الفورم ما احنا قاعدين هم يقعدوا معانا شويه هيقعدوا معانا. علي حضرتك هتذاكر الدرونج كويس قوي الاسبوع ده، والاسبوع اللي جاي ما تخشش على مكانك كده ما تستخباش، لسه الدنيا ما هتسقعتش قوي يا واد يا علي، الاقيك واقف هنا اهو ماشي، اعمل بروفا يا حبيبي طالما انتوا ما منكوش فايده وتخشوا تقعدوا تضحكوا على العيال زي ما المعيدين بيعملوا معاكم كده، فانا عايزاك تقف هنا المره الجايه. فعلي هيشرح لكم مساله المره الجايه هتبقى مساله ظريفه جدا، هو ده المطلوب مني. فحضرتك الار لا تجمع، يعني معنى كده ان انا لو قلت لك، لو انا قلت لك عملت ريدكشن اوف اريا 30% ثم 40% يا علي ثم 30% بقينا كام في الميه دلوقتي؟ بقينا في الميه 100%، يعني معنى كده الاريا راحت فين؟ اتحسبت. الار لا تجمع، امال مين اللي تجمع؟ الزيتا. وقلت لك ايه الفرق من اول خالص، قلت لك يا حبيبي ايه الفرق بين الزيتا والابسلون، قلت لحضرتك ايه الفرق بين الزيتا اللي هي عباره عن ترو استريم، وقلت لك الفرق ما بينها وما بين ابسلون اللي احنا قلنا انجينيرنج او نومينال او مش عارفه استريم اللي انت خدتها، اللي انت خدتها في الاستراكشر والماتيريال تيست والستريس اناليسيس اند سو اون. حضرتك دي لا تجمع لكن دي ايه؟ تجمع. يبقى حضرتك المساله دي مساله لها صفات كتير، الواد ده اهو حلها كده، قال لي حضرتك هجيب زيتا واحد اهو، زيتا واحد بتساوي ايه؟ لين واحد على واحد ناقص ار، تمام يا حبيبي دي سته، وبعدين اجيب زيتا اثنين اللي هي كام؟ واجمع الزيتا واطلع منهم الار دي. اجمع الزيتا يبقى دي زيتا واحد زيتا اثنين هتساوي لين واحد ار، لين واحد على واحد ار اتنين، واقدر اجمع زيتا واحد وزيتا اتنين؟ اقدر اجمع واطلع منهم ار كلية. اللي اقصد من كده الباش مهندس يقول لي انا حليتها بالطريقه دي. اقول لحضرتك ليه؟ ليه توعد اوريجينال؟ هي سماها الباش مهندس ايه نور؟ سمى الاريا الاولانيه ايه نور؟ يبقى الاريا الثانية اول دي الاريا الاوريجينال ايه نوت؟ الاريا الاولانيه بتساوي كام بقى؟ انا عملت ريدكشن في كام؟ يبقى ايه واحد اهي واحد، انا عملت ريدكشن في الميه كام في الميه اول مره؟ 30%، يبقى الاريا اللي باقيه كام؟ 70% واحد ناقص 30% اهي 3/10 ايه نوت؟ طلعت كام؟ طلعت 7/10 ايه نوت؟ الريدكشن في الميه الثاني كام؟ 40% 4/10 يبقى 2 بتساوي كام يا حبايبي؟ 1 ناقص اوف اوف واحد ايه واحد؟ كان عملتها المرحله دي من دي، المرحله دي اتعملت من دي خلاص بقى كام؟ 6 وفي 7 كام؟ 42 ايه نقطة، يبقى نسبة الأر كلها ثابت، الأر كلها ثابت، يبقى التوتال ريدكشن أوف أريا بيساوي ايه نقطة ناقص هيساوي ايه نقطة ناقص 42 من 100 ايه نقطة هيساوي 8 و50 من 100 يعني الار بتساوي كام؟ ار توتال
يساوي 58 كيلو. ده صح، ده صح شديد، مش هتاخد منك نص دقيقة. المسألة الثانية، نفس الفكرة، المسألة الثانية اللي بيحكمها نفس الفكرة يا علي، نفس الفكرة يا باشمهندس أهو، بيقول لحضرتك عملت إيه؟ عملت إيه يا باشمهندسين؟ What's the name of this year?
الثاني ده رد. الرد مهما اتفقنا ان حضرتك الرد لا يمكن يبقى بلانس 3، لا يمكن يبقى بلانس 3 لان كتر لما بيقل بيقل من كل الاتجاهات. المساله نمره 3 اللي احنا هقول لك بقى اضحك مع ثالثة انتاج ربنا ربنا يكفي نقلب بما شاء وكيف شاء. كانوا عاملين كده زي اليهود، ده مفيش حل تاني، انتوا مفيش حل تاني، انتوا فعلا كده زي اليهود بالظبط. ربنا هو القادر عليكم بس انا ما اقدرش عليكم. كل اللي انا بقوله لا وايه الواد يطلع ايه؟ حرام عليك منك الله، ده انا هقفل الامتحان، ده انا هحمس عليكم كل مساجد مصر. روح احمس عليا مساجد مصر وانت ان شاء الله ربنا هيديك منك ويسقطك قرد تمشي تتنطط في الشوارع. شوف الواد عامل ايه؟ المساله بتاع الاستريب درون، الاستريب درون واحد بيكاتب لك انا راجل تجيبك يا راجل انت يا ضلالي. المساله بتقول لك ايه يا حبيبي؟ المساله بتقول لحضرتك 2.5 ملي متر سك. يعني ايه يا حبيبي؟ قال متل شيت، متل شيت 25 سم وايد از درون تو سكنس. يعني الاولانيين دول ايه؟ يعني ده بيفور قبل التشكيل وده السكنس بعد التشكيل. وبعدين قال لي ايه؟ وقال لي انكلودد انجل بيساوي كذا. وبعدين قال لي الفلوس ستريس. خلي بالك يعني ايه فلوس ستريس؟ فاكرين لما بدانا في البلاستيستي، اول ما بدانا في القصه بتاع البلاستيستي وقلت لك الفلو كيرف، شرحت لك كده، شرحت لك كده عشان نضيع الوقت، قلت لك في بعض عندنا انواع من الفلو كيرف. مش فاكرين المنحنى ده؟ اهو فاكرين المنحنى دي؟ اهو يا ولد اهو فاكرين المنحنى دي؟ قلت لك ده اسمه فلو كيرف. لما بيجيب لك فلو ستريس، الفلو ستريس حضرتك بيجيب لك الفلو ستريس. يعني ايه فلو ستريس؟ يعني حضرتك تسيب المنطقه دي ويخش على المنطقه دي ويخش على المنطقه دي. حضرتك طالما جاب لك الفلو ستريس، الماده دي معمول لها النيلنج، معمول لها النيلنج. يعني المنحنى ده عالي كده، يعني معنى كده ان الماده دي بتقول لك اي نيد مور فورس تو مور ديفورميشن، مور فورس تو مور ديفورميشن. حضرتك احنا بنتكلم، بقول لحضرتك هو لما بيرسم لك الموضوع ده، بترسم كده الكيرف ده، بيرسم لك على لوج بيتا، طلع لك منه معادله، طلع لك منه اكويشن، مش يعني بيطلع لك منه اكويشن امبيريكال. امبيريكال يعني ايه؟ يعني حضرتك البرنامج اللي انت رسمت عليه المنحنى ده، البرنامج ده بتوع سنه 2023 كنا بنعمل البرنامج ده ايام ما كانت الكمبيوترات عدمانه، كنا بنعمل البرنامج كان بيرسم لنا المنحنى ده. وروح جايب لك كده اهو فوق هنا في الجنب حضرتك معادله، يقول لي حضرتك سيجما بتساوي اي صيغه، مثلا كي زيتا باور ان، يقول لي كده بتجيب المعادله كده بس بتجيبها بالارقام بقى، بتجيب لك الارقام. يعني ايه ارقام؟ يعني بيحط الكي دي قيمه. قلت لحضرتك الكي دي عباره عن ايه؟ عباره عن ترو ستريس زيتا بتساوي 1. قلت لك الكلام ده قبل كده، زيتا بتساوي 1 وده اسمه ايه؟ سترين هاردنينج اكسبوننت كوفيشن. حضرتك كده حاجه من 10، حاجه من 10. فحضرتك بيروح حاطط لك ادي الزيتا اهي، وبعدين يروح حاطط لك قيمه الام هنا كده. حضرتك القانون ده بيقول لك بيبدا منين؟ يبدا تطبيقه منين؟ يبدا تطبيقه من هنا. هل زيتا هنا اول ما تسيب المنحنى الخط الاول الراس الافقي ده، الخط الستريت لاين ده، حضرتك يبدا تطبيق القانون ده، يبدا تطبيق القانون ده. حضرتك الزيتا هنا زي الزيتا هنا؟ الزيتا هنا زي الزيتا في اي مكان؟ فقال لحضرتك منطقة التشكيل في الدرون هي باشمهندس سيري. حضرتك انا قلت لك بيسموه ايه في العملي؟ بيسموه خرزة. الكونيكال لاين اهو بيسموه خرزة، خرزة. واللي هيعمل لنا اللي عملت لنا برزنتيشن على الدرون هيوريك صور للحاجة دي. حضرتك الخرزة دي في مصنع السويدي بتاع الكهرباء، حضرتك الخرزة دي ممكن تبقى دي كده اهو، قد كده اهو، تبقى من الكربايد او الدايموند. حضرتك لو هو بيشتغل فيها كتير بيصنعها من السنسيتيك دايموند، من اللي هو الدايموند الصناعي، تبقى حاجه صغيره قد كده اهو. يا اما بيعملوها من الكربايت، من الكربايت تب، زي الكربايت تب بالظبط، بالباودر ميتالورجي. معرفش انت سمعت على الحاجات دي ولا ما سمعتوهاش،
بتبقى حته حاجه صغيره كده بس بيخلوها بيحرصوا على انها تبقى فيري 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 هارد علشان التآكل تبقى قد وير عشان التآكل. فحضرتك منطقه التشكيل قد ايه؟ الضاي ده حدوته، الضاي ده حدوته هفرجك على التصميم بتاعه، لكن انا حضرتك ما بقتش اقدر اقول لك على 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 التفاصيل كتير. حضرتك منطقه التشكيل في الدروينج حضرتك لا تتعدى جزء من، يعني بقول لك الضاي كله قد كده، لا تتعدى مليمترات صغيره جدا، مليمترات صغيره جدا. فالزيته في المنطقه دي هتبقى منين؟ هتبقى تعمل مشكله. ايه؟ يقول لك لا ما تعملش مشكله في الدروينج، ما تعملش مشكله ولا الاكسبلوجن كمان، ولا الاكسبلوجن، لان حضرتك الاكسبلوجن بيبقى مره واحده مره واحده، والتشكيل تقريبا بيبقى عند في اول ما يبدا المعدن يلم كده علشان يدخل الضاي، يلم هنتكلم على الكلام ده الاسبوع الجاي. هو الاول بيلم براحته، يلم الكونتينر بتاع الاكسبلوجن براحته، اول ما يجي يلم بقى من بعضه كده عشان يدخل جوه الضاي ده يبدا مرحله التشكيل. قال لك برضه بتبقى صغيره، فقال لك بعد اذن حضرتك لما يجي لك الصيغه دي هات الابلج بتاعها، لما يجي لك الصيغه دي هات الابلج بتاعها. وطالما انت فتحته على نفسك فتحه، فحضرتك هتضطر تجيب لي، لو انا جبت لك الصوره دي ما جبتش من المنحنى اللي انت هترسمه في اول الامتحان، تاني يا باشمهندسين، لو انا جبت لك الصوره دي الامبيريكال اللي هي جايه من المنحنى، وحضرتك جبت لك الصوره ده يا باشمهندسين، فحضرتك هتضطر تجيب لي الابلج بتاعي. قال لك في الدروينج والاكسبلوجن هديك صيغه بسيطه جدا، اللي هي هتساوي اللي هي سيجما افريج بتساوي الشكل ده اهو كي زيتا باور ان على ان زائد واحد، على ان زائد واحد بس. قال لك ده الافريج بتاع المنطقه، لان انت بتشتغل في منطقه صغيره جدا. غير الرولينج، لو طبقت الكلام ده في الرولينج تبقى حضرتك مهندس مراجيح. حضرتك الكلام ده لا يطبق في الرولينج اللي احنا هنتكلم ليه يا حبيبي؟ لان الرولينج منطقه التشكيل منطقه كبيره جدا. حضرتك نبدا التشكيل من اول هنا لحد ما يوصل لحد منتصف السنتر، ويبدا التشكيل من هنا لحد هنا. فمنطقه التشكيل في الرولينج منطقه كبيره. قال لك ما ينفعش الكلام ده في الرولينج لازم تجيبي لي الانبوت والاوتبوت وتجيبي لي الافرج الحقيقي الطبيعي. قلت له حاضر، لكن حضرتك لو انا جبت لك الصوره دي في الدرونج او الاكسبلوجن هتجيب لي الافرج بتاعي. حضرتك المساله ما فيهاش اي مساله ضايق، المسألة كده يعني ايه؟ يعني كم درجة؟ أربع درجات حضرتك مفروض مفيش واحد فيكم ما يجيبش الأربع درجات. لأنه قال لك إيه؟ قال لك الإنكلودد أنجل. وكان لك كل حاجة، حضرتك كل اللي هتعمله. كل اللي هتعمله يا باشمهندس أهو، هتقول له إن سيجما إكس إيه على الإس. الاس هو يا باشمهندس عشان بلان سكرين، حضرتك بتدخلها الجن والستنس والود زائدان وايه؟ زائدان وسيت. حضرتك يبقى ده كده بيساوي دي زائد واحد على واحد على دي في واحد ناقص دي اتش اب على الاتش بي 4 باور دي، حيث دي بتساوي ميو وتان اب. حضرتك الميو بتساوي الدهاية، الالفا بتساوي كام؟ 30 على 2 صح؟ اللي حضرتك اللي انا عندي الاس هو مديني الفلوس اللي بيساوي كام؟ بيساوي 200. حضرتك طالما اداني فلوس ترس يبقى اداني الاس ولا الواي ولا السيجما اف؟ الواي. حضرتك الاس بتساوي كام؟ 1 15 واي اللي هو التهوت بس، ادي كل الحدود. حضرتك الالفا بتساوي 15، اعمل يا حبيبي المعادله دي طلعت السيجما اكس. عايز الاريا، حضرتك الاريا افتر الويدز اهو، بعد ما طلعنا السيجما اكس ايه طلعناها، الاف هتساوي ايه؟ هتساوي سيجما اكس ايه في الدبليو اللي هي ما بتتغيرش في الاتش افتر اللي هو مديها لك في المساله برضه. بص بقى محمود فتحي ده بقى باشمهندس رسمي نظري، ده باشمهندس بيشتغل. هما محامين تقريبا كانوا كلهم تبع بعض. محمود فتحي الديب، سيبك بقى من الوسط عشان ما حدش يدور عليه في الاخر خالص. الديب محمود ملوش دعوه بالانتماء.
في مشاكل بتحصل. وبعدين حضرتك انا بس جايبه محمود علشان اقول لك بس اللي انا بقوله لك، اللي انا قلته لك كنت قاعده تضحك كانه نكته. دول ورقتين لقيتهم دلوقتي في المكتب، طلع بكتب حاجه لقيتهم قدامي في المكتب. محمود راح عالم، هي نفس المساله دي بس اللي هي الامتحان اللي مش مكتوب عليه السنه. حضرتك محمود نفس المسألة، نفس المسألة. المبدع الآخر بتاع الامتحان ده، عارف محمود طلع أولا طبعا كله هرس، كله درس، هو ما يعرفش حاجة. حضرتك خلى البي دهيت يا شباب بتساوي ميو كوزاين هل الأول القصيدة. وبعدين حضرتك محمود بعد كده محمود المبدع، المبدع ربنا يعني بقى مهندس وممكن بالواسطه يكون اشتغل في هيئه قناه السويس، وبياخد دلوقتي بيقبض بالدولار، ياخده بتاع 5000 دولار. محمود طلع الكورس اللازمه، محمود ابراهيم عبد العظيم طلع الكورس اللازمه لسحب جي التخانه بتاعته 3 ملم 20%. اولا محمود ده عارف ايه الفور، يعني ايه الافطر ولا الفور، مش موزع منه. شوف المبدع، شوف المبدع اللي هو ملوش حل. حضرتك عمل عمليه سحب، كتب القانون صح، عمل عمليه سحب يا محمود، كتب القانون صح. اتش افطر على اتش ايه الفور. تخيل محمود سحب 3، خلاها 2، سحب 2.4 من 10، خلاها 3 بعد السحب. اهو هديك الورقه تصورها وتحطها جنبك. حضرتك محمود عمل السحب
سحب اثنين اولا هو مش عاجبه تقريبا الثلاثه، ما عجبوش الثلاثه، راح عامل استخدم الريدكشن فيريا، طلع الاريا بفوق السيكنس بفور، يعني معنى كده ان يعتبر الثلاثه ايه؟ افطر، طلع البيفور، طلع البيفور كام؟ 2.4 2.4 بيفور، لما سحبها طلعت كام؟ طلعت ثلاثة، طلع الفورس في الآخر بيساوي 0.136 مليون. أيوة بص حضرتك محمود طلع الفورس 0.136 وبالتالي طلع بتساوي 68 واط. شوف الدعم كل اللي هيعمله محمود هينور لندن مقصرة. حضرتك عمل طلع هتضحكوا على رؤوس الاشكال، هتضحكوا انتوا على رؤوس الاشكال. محمود طلع القوة اللازمة لسحب جيل محمود معذور، محمود معذور، واحد كان عنده التخانة 2.4 خلاها 3، حضرتك لازم يكون الفرص كده وحضرتك ما يحسش بحاجة، ما يحسش بحاجة، يعني حضرتك كل الفرص كأنه جاب جوافية تكرار وحاجة تشيل بيها، شفت الريحة؟ شفت الحنية؟ Yeah.
هنغير الوول سيكنس او يا ده يا ده يا ده يا ده تاني حضرتك، علشان الموضوع ما يبقاش مطلق في دماغك حضرتك. كل اللي بنعمله في تيوب دروينج او دروينج عشان نعمل فيه تيوب الواد بتاع الابر والشرابات والفانيلات والفلايات يقعد شويه ساكت، بلاش تبيع دلوقتي. حضرتك بيعمل بنغير الوول سيكنس يا اما الديامتر، ولما بتكلم على الديامتر في التيوب بتكلم على الانترنال ديامتر وليس الاوتر ديامتر. يبقى حضرتك يا اما بغير الوول سيكنس يا اما بغير الديامتر. يا ده يا ده يعني واحد يمسك يثبت الثاني يتغير، الثاني واحد يتغير الثاني يثبت، علشان احول الموضوع الى ايه؟ بثبت واحد واغير الثاني عشان احول الموضوع الى لما يكون حاجه لما بثبت حاجه بلان ستريم، عشان تحول الموضوع الى ايه؟ الى بلان ستريم. ليه تحولي الموضوع الى بلان ستريم؟ علشان بحوله بلان ستريم ليه؟ علشان تكون نسبه لسه يقول ولا نفس النتيجه، واقوم في الاخر استخدم ايه؟ اللي هو السهل، استخدم تريست اللي هو السهل. خلاص يا شباب؟ حضرتك اليوتيوب كروم ينقسم الى قسمين، وز مش وز وبطل، وز انترنال سبورت، وبعدين زود وز اوت، وزود انترنال سبورت. كله بنستخدم ايه؟ مالناش دعوه بالسلندريكال دول، لان السلندريكال دول هيدخلك في معادله ضخمه قوي وشكلها وحش قوي، هتدخلك كاننا بالرولنج اللي احنا هنلغيه بعد كده، اللي احنا هنعمله ونقول ان هو يعني هناخده كده يدوب على استحياء في الرولنج. فاحنا كل اللي بنتكلم عليه بنتكلم على السلندريكال دول. الاول ده علشان ده مش اثبات، مفيش فيزيكال ثيوريتيكال ايه؟ ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ادي الكونيكال دول، ادي الكونيكال دول اهو، نفس قريب قوي من الرزق والواير درون. في حضرتك الدايمتر اهو، ادي التيوب قبل السحب، وادي التيوب بعد السحب اهو، ادي التيوب قبل السحب، وادي التيوب بعد السحب. حضرتك هنا خلي بالك بقى كده، خلي بالك معايا كده، الله يرضى عنك. مفيش عندي انا ما بعملها هنا، ما بحطش حاجه في الزر ما بحطش حاجه في زر والقطر الداخلي يتغيروا على اساس ايه؟ على اساس تغير القطر فقط لا غير.
تكون واسعه تضيق وتطول، الماسوره تكون كبيره تضيق القطر بتاعها وتطول. فحضرتك قال لك العمليه دي لما جم يدوروا على ثيوريتيكال، على اثبات، على فيزيكال يطلعوا بيها قانون، لقوا مش نافع. قال لك القانون اللي انا هكتبه لك ده، سيجما اكس اي على واحد واحد من عشرة واي، وده ليس له علاقة بالاس والواي، ده ملوش دعوة بالاس والواي خالص، ده هما زودوا 10% 10% كده. قال لك هو محتاج 10% زيادة من الواي، ده ملوش دعوة باثنين على جذر ثلاثة اللي هي العلاقة بين الاس والواي، ده كده شكل امبيريكال، شكل بالتجربة بيساوي ايه؟ بدليل ان اللي جاي ليس له علاقة، ليس ده حضرتك البي، البي ده خدناه في ايه؟ البي ده هي بتساوي ميو وتان الفا، وده اللي خدناه فين؟ في الرد رمل، صح؟ حضرتك ليس له علاقة بالتيوب، هجيب لك دلوقتي التيوب، حضرتك في حاجات غير كده خالص. لكن ده هو قال لك ان البي بتساوي ميو وتان الفا زي بالظبط ايه؟ زي الرد بالظبط، في لكن حضرتك ما تنساش واحد ناقص الدي افطر على الدي بي 4 بس مرفوع لباور، باور بي واحده، باور بي واحده مش زي الرد. ليه؟ قال لك الكروس سكشن اريا ده اهو، الكروس سكشن اريا بيساوي ايه؟ بيساوي باي في دي في الدي، او باي في الدي في الاتش المتوسطه زي ما انت عايز، الباي في الدي في الدي. الباشمهندس بيقول لي ده طول عمري بكتبها باي على اربعه دي او التربيه ناقص دي انر تربيه. اقول لحضرتك يا حبيبي حط رقمين من عندك، حط رقمين من عندك اي رقمين وحط هنا اطلع دي، بس دي عباره عن ايه؟ المفروض تبقى دي مين؟ دي مين؟ دي مين؟ احنا عندنا عشان بنتكلم على حاجات صغيره ما بتبقاش فارقه قوي، على التخانات قليله وموضوع قليل دي ما بتبقاش فارقه قوي، دي مين او دي انر. خلاص يا شباب، هو القانون ده هو القانون ده هو القانون ده هو القانون ده. قال لي عشان كده البي افطر على البي بي 4 مرفوعه لباور بي وليس 2 بي، لان احنا بنقول المفروض ان انا احط هنا باي دي في تي او باي في تي في الاتش، وهنا باي في تي في تي او الاتش. حضرتك قلنا السيكنس ايه؟ السيكنس تقريبا كونستانت، فلو اتشال من فوق واتشال من تحت والباي اتشالت من فوق ومن تحت هيتفضل ايه؟ دي افطر على البي. ده القانون الاولاني وده حضرتك مش اسكات، هو القانون بتاع ده بس. ده اسمها ايه العمليه دي؟ اسمها تيوب، سمى العمليه دي اسمها ايه؟ اسمها تيوب تتهد اهو، تيوب سينكينج، عند سحب عند سحب التيوب وزود انترنال سبورت سميها تيوب سينكينج، تيوب سينكينج اهو، تيوب سينكينج القانون بتاعها، القانون بتاعها اهو يا باشمهندس، القانون بتاعها اهو. خلاص قفلنا على الجزئيه دي، ما فيهاش تفاصيل اكتر من كده. نيجي بقى للرقمين دول، نيجي بقى للرقمين دول. الاول يا محمود، وات ذا نيم اوف سيمليس تيوب؟ وات ذا نيم اوف سيمليس تيوب؟ الكلمه دي يعني ايه؟ انا كتبت لك تشينج من سيمليس تيوب. سيمليس تيوب يعني ايه؟ اوعى تقول مش عارف، اوعى مش هنزعل منك خالص. سيمليس تيوب يعني ايه؟ ماسوره غير مفهومه، ماسوره غير مفهومه، ماسوره غير مفهومه. زميلك قال لك، الباشمهندس قال لك سيمليس حضرتك يعني ماسوره مش عاملها باللحام، لان حضرتك المواسير بتتعمل اصلا من ايه؟ المواسير الكبيره حضرتك بنعمل شيل بالدرفله، نعمل شيل بالدرفله وبعدين تروح لمن الماسوره زي تأثير العربيات ومعظم المواسير الكبيره، وبعدين نلحم يا لحام طولي يا لحام يا لحام عرضي وزجزاج، واللي انت اخدته في البريجر ديزل، فاكرين البريجر ديزل؟ حضرتك اللي انت اخدته في البريجر ديزل. طب النوع الثاني بقى السيمز ده بطلعه ازاي؟ بجيبه ازاي يا كرولوس؟ قلت لك يا كرولوس انت هتشتغل عندي مهندس، عايزين نعمل يا كرولوس ماسوره نبيعها برضه. انت الراجل عندك دلوقتي هتبقى مهندس مبيعات مش مهايل، حضرتك احنا عندنا دلوقتي ماسوره نبيعها بس ما نلاقي حد يشتريها بقى. عايزين نعمل ماسوره غير ملحومه، نعملها ايه يا حبيبي؟ ها؟ هو الواد مش عاجبك؟
قول يا كرولس. في كذا طريقه. قول يا حبيبي واحده منهم. ممكن لو هي مواسير كبيره جدا في بالطرد المركزي ده في حاله الاحجام الكبيره السباكه، او ممكن سحب او اكستروجن. اكستروجن لان الطرد المركزي دي اللي هي فيها كلام ليها اطوال محدده والكلام. الباشمهندس كرولس قال لحضرتك بنعملها بالاكستروجن، بنعمل المواسير اساسا السينس باي اكستروجن. بس بعمل ايه؟ بهذبها بالدرون. وكل درون اهذبها يعني ايه؟ يعني حضرتك شايفه ان السطح مش متظبط قوي، حضرتك شايفه ان القطر الداخلي بتاعها عايز الفينشنج بتاعه يبقى ناعم شويه، وطبعا مفيش وسيله او صعب ان انا ادخل حاجه تنعم سطح، فايه بنمشيها على يعني بنهذبها بايه؟ بالكولد تيوب درون. حضرتك الطريقه الاشمل اللي هي ويز انترنال سبورت. ويز انترنال سبورت ببساطه شديده حضرتك اهو هنعملها. هنقول لحضرتك ليها كام نوع؟ ليها كام نوع؟ اهو ويز انترنال سبورت. حضرتك ادي الكونيكال داي، ادي الكونيكال داي زي ما هو برضو اهو ادي الكونيكال داي، وادي التيوب، الاتش اللي فوق ودي الاتش اكتر، ولما بيتكلم على الدايمتر بيتكلم على الدايمتر الداخلي. حضرتك بنروح هنا جايب لك حضرتك هنا كده علشان يحتفظ بالقطر الداخلي. حضرتك هنا ما يسمى بعض الكتب تسميه مندرل وبعض الكتب تسميه بلاك، فاحنا هنسمي بلاك مره ومندرل مره. حضرتك بيجيبوا حته كده برضو مخصوصية كده ويحشروها في قلب الماسورة، في قلب الماسورة علشان الماسورة دي لما تتسحب يقوم السطح اللي جوه يبقى ايه؟ يحتفظ بيه شكله او يتظبط شكله على شكل البلاج اللي هو موجود ده. الاول حاجة حضرتك ممكن يبقى البلاج ده سايح كده، يبقى دي الدخانة بتاع الماسورة اهي، وادي البلاج بيبقى جزء كده سايب حشروه قلب الماسوره في قلب الضاي عند منطقه التشكيل وسابوه. حضرتك هو هيطلع من هنا، هيطلع من الضاي من هنا؟ لا مش هيطلع، لان حضرتك التيوب بتتشكل وهو ما بيعملش ايه؟ ما بيتشكلش، يعني مش هينضغط علشان يطلع من هنا، هيدنه واقف مكانه كده. اهو لحد ما تخلص السحب، وبعدين حضرتك تطلعه بطرق ميكانيكيه. ده اسمه ايه؟ اسمه فلوت بلاك. اسمه فلوت بلاك. الطريقه دي اسمها ايه؟ اسمها بلاك تيوب درون. اختها مش بنت عمها، اختها حضرتك في المواسير القصيره حضرتك بدل ما يسيب ده سايب كده يروح حضرتك عامله كده اهو ومثبته بحاجه هنا اهو ويسميه فيكسد بلاج. الفرق ما بين الفلوت بلاج والفيكسد بلاج يا باشمهندسين، الفرق هما الاثنين زي بعض. حضرتك لما اقول لك الفلوت بلاج مش هجيب لك زاويه ميل البلاج. حضرتك لو انا قلت لك الفلوت بلاج خلي بالك الله يرضى عنك عشان ما تفرضش حاجه في الامتحان. حضرتك لما اقول لك الفلوت يعني البلاج العين هم عاملينه ستاندر، حضرتك يحشروه في قلب الماسوره ستاندر، يبقى حضرتك بيتا بتساوي بيتا مش بيتا، بيتا بيتا رمز اليوناني، بيتا بتساوي 3 درجات من غير ما حد يقول، من غير ما
تستعين بصديق حضرتك، لكن الفيكس بلاد حضرتك لازم يديك الالفا سوري البيتا. البيتا بتبقى جبنه، لان ممكن اغيرها حضرتك. لو انا قلت لك ان ده تي بي 4 وده دي افتر، ايه الفرق ما بينهم في الدايركشن؟ الباشمهندس بيقول لي ده يبقى بس يا دوب عشان نحشر بس البلاد ده، عشان نحشر البلاد ده. فهتلاقي البلاد ده الزاويه بتاعته 3 4 درجات بكتير وخالص 5 درجات. عشان كده بيعتبر ايه؟ بيعتبر ان القطر ايه؟ القطر ثابت. يبقى حضرتك في البلاد، في البلاد او الانترنال، كل الانترنال، كل الانترنال سبورت تيوب تيوب دروينج، حضرتك بيعتبر ان القطر ايه؟ ان الدايمتر ايه؟ ها؟ الدايمتر كونستنت تقريبا اهو نيرلي كونستنت. يبقى كل الانترنال سبورت تيوب درون بيعتبر ان الدايمتر تقريبا ثابت. ولما بتكلم تاني على الدايمتر، الدايمتر الداخلي، لو الدايمتر الداخلي والخارجي، يبقى انا بعمل ايه؟ حضرتك يبقى تتكلم على ايه؟ تتكلم على القطر الداخلي. حضرتك الطريقه الثانيه، الطريقه الثانيه راح عملك ايه؟ قال لك انا عايز الموضوع يبقى اشمل من كده. قال له حضرتك ماشي، راح عاملين اد الدايل اهو، كبرته لك شويه اهو، عشان ده حضرتك هنعمل فيه ايه؟ هقول لحضرتك برضو القانون، بس هتسكت، هتطلع اثبات القوانين دي، هتطلع اثبات القوانين دي، وهقول لك السر في خجال. فحضرتك ادي القطر الداخلي، وادي القطر الخارجي اهو، وبرضه نفس الكلام اهو، ده وراحوا جايبين بقى ده كده، دي الدخانه بتاعت الايه؟ بتاعت التيوب اهي اهو. راحوا جايبين ماسوره كبيره كده، ماسوره كبيره حضرتك هنا اهو، ماسوره كبيره كده اهو اهو، ماسوره كبيره كده اهو، وراح حاشرها جوه. ماسوره كبيره كده اهو، وراح حاشرها كده اهو جوه كده. ماسوره اسطوانيه. يبقى الزاويه بتاع مين الماسوره بتساوي كام؟ ماسوره اسطوانيه. ده اسمه ايه؟ ده اسمها مندريل تيوب درون. الزاويه اللي جوه بتساوي كام؟ ها؟ الزاويه اللي بنسميها بيتا. البيتا دي زاويه مين الحاله اللي هتتحشر جوه الماسوره. البيتا دي بتساوي كام هنا؟ اسطوانه ولا بتاع دائريه. يبقى البيتا بتساوي كام؟ البيتا بتساوي دي اسطوانه يا حبيبي زي ده كده. حضرتك المشكله في المندل ان هو بيعمل ايه؟ زي ما انت شايف كده، انا طلعته لك منين؟ طلعته لك من فتحه الضايه اهو، علشان تعرف ان الماسوره دي بتتسحب مع مين؟ بتتسحب مع الماسوره اللي جوه، اللي هو المندل ده اهو، المندل ده بيتسحب جوه الماسور. لكن الماسورة تتشكل والتخانة بتاعتها تقل اهي، زي ما انت شايف، ادي التخانة قبل التشكيل وادي التخانة بعد التشكيل، لكن المندل اللي جوه ما يتشكلش. بنختار مادة بنعمله هاردنينج علشان حضرتك ده يتشكل، لكن ده ما يتشكلش، ولكن بيتسحب مع الماسورة. علشان كده في مشكلتين في المندل برو. اولا الانترنال الدايمتر من جوه، السطح الداخلي بتاع القطر الماسوره من جوه بيبقى السيرفيس رفنس بتاعه 10 من 10 10 على 10. حضرتك الاكيورسي بتاع الابعاد، دقه الاكيورسي 100%. كل مشكلتك ان انت تعمل ايه؟ ما نخلص العمليه ان انا اطلع المندل ده من جوه، اطلع المندل ده من جوه. حضرتك بتبقى ماسوره بالامتار، علشان تطلع الجزء ده من جوه الماسوره حضرتك بتبقى مشكله، لازم تطلعها بطرق ميكانيكيه بقى، والحاجات اللي انت ايه؟ الحاجات الصعبه اللي انت عارفها. دي حضرتك القانون فيها بيبقى اسهل من ده خالص. حضرتك وهقول لك لحضرتك ايه اللي سهل، ايه اللي سهل الموضوع؟ قال لحضرتك هو ده بقى يعني ده هنعمل له شغلانه كده زي ما كنا بنعمل اهو. اه يا حبيبي، حضرتك انا ادي هاخد سلخ خليلين اهو.
هاخد سرخه، السرخه دي اسمها ايه؟ واقول لك السر، اقول لك السر اللي هيخلصك من هي نفسها الرب. يعني حضرتك لو كان عندك ضر ضمير ورحت اثبتت الرب والسكريبت روم اللي انا قلته لك ده، هيبقى هي بس حته واحده بس ويبقى الموضوع خلص. حته واحده صغننه قد كده اهو ويبقى الموضوع. حضرتك ما لو انا قلت لك في الاخر اجيب لك ايه اثباتات في الدرون، كل الوقت اللي انت عايزاه كلهم زي بعض، كلهم زي بعض، لان هم فعلا كلهم زي بعض. حضرتك انا هعمل من هنا ايه؟ اسحب دي قوه تعمل لي سيد ماكس. السيد ماكس تعمل هنا ايه؟ بص بقى خد فرق بين هنا وهناك. تعالى في هنا الباشمهندس بيقول لي في حاجه صغيره، في فرق، في كتر داخلي جوه وفي كونتاكت ما بين سطح داخلي اهو، ما بين سطح داخلي في فريكشن، في فريكشن ما بين البلاك والانترنال دايمتر او الانترنال سيرفيس بتاع التيوب، وفي ما بين الداي والاكسترنال سيرفيس بتاع التيوب. يعني هنا اهو في هنا اهو، في هنا اهو يا شباب، هنا فريكشن وهنا فريكشن تاني، لكن ده داي اهو. طيب عادي جدا جدا اهو. حضرتك تعالى كده نعمل الحدوته دي، هناخد سرخه من هنا كده اهو، نطلعها كده ونطلعها بزمه، نطلعها بزمه كذا منظر وبعدين نخلص الموضوع. انا نعمل الاول ادي اهو، هكبرها لك خالص. حضرتك مين اللي بيشكل، اللي جوه ولا اللي بره؟ اللي جوه ولا اللي بره؟ اللي بيشكل الشكل، اللي مين اللي بيعمل، اللي جوه يا باشمهندسين بيعمل سبورت للدايمتر ده، بيعمل سبورت لقلب الماسوره. مين اللي بيشكل بقى اللي بره؟ تعالى كده بقى هناخده ادي، اميله شويه اكتر، ودي تبقى زاويه ايه؟ زاويه الضاي اللي هي بتبقى الف. حضرتك ادي التخانه بتاع، ادي التخانه بتاع الاسطوه بتاع التيوب، ادي التخانه بتاع التيوب. حضرتك انا بحط ايه؟ بحط بلاك جوه علشان يعمل لي سبورت للانترنال دايركتور، يعني تقريبا ما بيعملش تشكيل قد كده. انا يا دوب بجيب الماسوره واسعه شويه سنه صغيره علشان اقدر احشر فيها البلاك. فحضرتك الزاويه اللي بتبقى زاويه صغيره وبنسميها بيتا، بيتا. انا خدت شريحه اسمها ايه؟ خدت شريحه سميتها او اعرضها دي اكس. انا محتاجاها تبقى لما جبتيها المره اللي فاتت قلت ما تعملش زي راو وتعمل دي اكس وترجع تغير، قلت لك ده كتيوب كانت رود قصدي كان مصمم، فكان الموضوع سهل شويه، ما كنتش عايزه المرحله دي. لكن هنا عايزه المرحله دي، عايزه نتعرف ان العرض ده اهو، العرض ده اهو يا شباب اسمه ايه؟ اسمه دي اكس. عندي كام قوه بقى؟ عندي القوه الاولانيه اللي احنا حفظناها. حضرتك لو انا قلت لك هنا اهو، لو انا هنا كده قلت لك خلي دي بيتا اهي، دي بيتا، هنعمل كذا رسم اهو، دي بيتا اهو، نعملها تاني اهو، نسيب بقى ده كده الكلام الفاضي ده مش عايزينه، ونعمل الحاجات المهمه اللي احنا هنحتاجها يا شباب اهو. حضرتك ادي التخانه بتاعتي، ادي التخانه بتاعتي، انا يهمني جنب واحد. حضرتك اول حاجه هيبقى في رد فعل من الضاي على التيوب، في رد فعل برضو من البلاك على التيوب، يبقى في رد فعل من الضاي على التيوب، في رد فعل من البلاك على التيوب، لان البلاك برضو محشور وبيتشد منه بالعافيه زي الضاي بالظبط. حضرتك في هنا فريكشن فورس وهنا برضو فريكشن فورس. حضرتك البلاك كده اهو، خلي بالك الله يرضى عنك، لان هي دي اللي بتفرق ما بين الحاله بتاع البلاك والحاله بتاع الماندري، اللي هتخلي دي في وادي ودي في وادي تاني، وتخلي دي اموره كده وكيوت كده وتخليها تثبتها في ثلاث دقائق الا نص. فحضرتك انت بتعمل ايه؟ انت بتشد الكيوت دي. حضرتك البلاك اللي جوه ده، البلاك اللي انا كنت رسمه لك جوه، بيعكس في اتجاه مع السحب ولا في ضد السحب؟ ضد السحب طبعا. انت بتشد كده وجوه واقف في زوره، فبيقول لها لا تعالي من هنا. يبقى الفريكشن فورس عامل ازاي؟ نيو 2 بي. باشمهندس حضرتك مين اللي عامل اللوبريكيشن؟ مين؟ انا ولا انت؟ الواد علي ولا انت؟ انت اللي عامل اللوبريكيشن جوه ولا جوه؟
بره. حطيت كربون باودر انت برضو اللي حطيته جوه الماسوره جوه التيوب من على سطحها من جوه الداخلي والخارجي. حطيت اي بودره العفريت انت حطيت برضو بودره العفريت بره وجوه. يبقى حضرتك في الغالب في فرق بين الميو 1 والميو 2. في فرق بين الميو 1 و2. خلي بالك يا باشمهندس هتلاقي الشيت وهتلاقي المسائل في الامتحان مديك فريكشن كوفيشنت واحد. هديك فريكشن كوفيشنت واحد على اساس ايه يا باشمهندسين؟ ميو 1 بتساوي ميو 2 لان انت اللي عامل اللوبريكيشن جوه وبره. انت اللي عامل نفس اللوبريكيشن. فحضرتك الميو 1 والميو 2 وادي البين وادي الزاويه دي بيتا. بيتا مش بين وادي الزاويه اطفال. حضرتك لو انا قلت لك نرجع بقى ناخدهم كده اهو نعمل الدايمنشن تمام. لو انا قلت لك دي الحته دي كده نعمل بلون تاني. لو انا قلت لحضرتك اهو دي لو قلت لك دي اتش لو المسافه دي اتش الدخانه دي اتش يبقى الدخانه دي ايه؟ ها اتش زائد بي اتش. لو انا قلت لك دي اتش يبقى دي اتش زائد دي اتش. دي انا حاجه قلناها اكتر من اللي فات. حضرتك لو انا حللت ده كده اهو حللت ده كده هيبقى ايه؟ ميو 1 بي هيبقى ميو 1 بي في الاتجاه ده كوزاين الفا وميو 1 في الراس كده ميو بي ايه؟ كوزاين ميو 1 بي كوزاين اهو ده كده هيبقى ادي بي اهو نفس الكلام. طب تعالى كده نحللهم هيبقى في هنا اهو ادي الحته ناخد الحته دي بس اهو هناخد الحته دي بس يا باشمهندس اهو هيبقى في هنا سيجما اكس وهنا اتش اهو دي اتش اهي وهنا سيجما اكس هنا اتش اتش زائد دي اتش وهنا في سيجما اكس زائد دي سيجما اكس. حضرتك هيبقى في هنا ميو 1 بي وفي هنا بي ميو 1 بي وهنا بي في هنا بي وفي هنا ميو 2 بي. حضرتك لو حللنا ده هيبقى في الاتجاه ده ميو 1 بي كوزاين الفا وكده ميو 1 بي ساين الفا وده ما بعملش فيه حاجه. الزاويه دي هتبقى الفا الزاويه دي هتبقى الفا الزاويه دي هتبقى بيتا. حضرتك هيبقى دي هتتحلل برضه كده اهو ميو 2 بي كوزاين بيتا وهيبقى هنا كده هيبقى فوق كده مالناش دعوه بيه ما بنحتاجوش وهيبقى زاويه دي بيتا. يبقى حضرتك هتبقى في الاتجاه ده بي ساين بيتا وهيبقى في الاتجاه ده اهو بي ساين الفا. ادي كل اللي حطوه ما فيش حاجه خالص. نعم تاني تمشي يعني امشي يا حبيبي خلاص يا باشمهندس احفظ بس اعرف بس انا مش هنحفظ حاجه. انت حضرتك هتعمل بس تشوف دي كده وبس ادي الموضوع خلص ادي الموضوع خلص ادي الموضوع خلص يا باشمهندس مفيش حاجه تاني فيها. حضرتك كده يا محمود اعمل لي كده يا حبيبي الديفرنشال ايكويشن او السيجما فورس في اتجاه اكس اعمل لي كده يا باشمهندس. هنفترض ان الدايركشن ده بوزيتيف والدايركشن الثاني ليه ها سيجما اكس زائد دي سيجما اكس الاريا اللي بتاثر فيه ايه؟ تيوب يا باشمهندس. خلي بالك ان دي تيوب ادي الكروس سيكشن اريا اهو اهو ادي تيوب دي سيجما اكس زائد دي سيجما اكس بتاثر في كده. دي عباره عن ايه؟ عباره عن اتش الحته دي اتش زائد دي اتش ودي دي اهو ادي دي ودي اتش زائد دي اتش يبقى سيجما اكس زائد دي سيجما اكس بتأثر في ايه؟ ها باي دي في اتش زائد دي اتش نصها الثاني اللي هي في الاتجاه الثاني ناقص ها سيجما اكس الاريا بتاعتها بتساوي كام؟ ها؟ ده بتاع اسطوانه اسطوانه مفرقه باي دي اتش باي دي اتش ها في ايه تاني؟ الفريكشن فورس فوق وتحت الفريكشن فورس فوق وتحت بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ اهو نمسك واحده واحده الميو 1 بي اتحللت في الدايركشن اكس بقى موجب ولا سالب؟ موجب اهي اهو في الاتجاه ده اهو ميو بي
كوزاين ألف ميو ميو زائد ميو و بي كوزاين ألف. نمسح اللي فوق ده، بس أنا عايزة أخلي بس الشكلين دول. ميو واحد اتنين كوزاين ألفا. طب الأريا أهو، الأريا أهو عندي، عندي الأريا أهي، أريا الصف الدائرية أدي التخانة دي، دي إكس. الفريكشن فورس والبريشر بيأثر في ايه؟ بيأثر في الصفحة بتاعتها، الصفحة بتاعتها، الصفحة بتاعتها يبقى الاريا بتاعته كام؟ ها؟ الاريا السطحية بتساوي كام؟ ها؟ باي دي. الباشمهندس بيقول لي بعد إذنك، بعد إذنك، بعد إذنك سملنا، سملنا العقد ده، لأن ده اللي بيأثر فيه الحتة ده هي باشمهندسين ده هي. الخطوط ده أهو هو اللي بيأثر في مين؟ الحتة دي اللي بيأثر فيها ايه؟ بيأثر فيها ايه؟ الفريكشن بتاع ها اللي بين الماسورة والضاي، والبريشر اللي بين الماسورة والضاي. سميها لي، سمي الحتة دي أي اسم، سميها ال واحد. والمسافة ده ايه؟ المسافة ده ايه؟ العرض اهو، العرض المايل مش الأفقي. الدي اكس اللي هي ايه؟ الدي اكس اللي هي العرض الايه؟ الدي اكس الشريحة اللي انا خدتها زمان عرض ايه؟ مسافة افقية. انا بدور على المسافة المايلة، المسافة من البلانك او الضاي، المسافة بتاع البلانك او الضاي، مسافة مايلة ومسافة مايلة. ال واحد السطح ده اهو الحتة دي ايه؟ اللي هيأثر فيها الفريكشن فورس والبريشر بتاع الضاي، الضاي على الماسورة. اما اما ميو 2 اللي هي الفريكشن فورس والبريشر بتاع البلاك ده هيأثروا فين؟ هنسميها ال2. نسميها ال2. الباشمهندسة تقول لي خلاص يبقى بالإشارة كده الأول خدي بي بي ساين ألف أو في باي بي في ال1. الباشمهندسة بتقول لي حرام عليك اتقي الله، هو أنت كتبت لنا دي، كتبت لنا الأريا بتاع دي أهو، دي ليها الأريا الأول أهو يا حبيبتي أهو، زائد اللي هي البي ساين الفا في باي دي في ال1. خلصنا العلاقه ما بين التيوب والطاي. نخش على العلاقه ما بين التيوب و والبلاك. حضرتك عندي، عندي محصلتين اللي هي بتساوي ايه بقى؟ الباشمهندسه بتقول لي بتساوي ميو 2 في بي كوزاين ديتا في باي دي ال2 ناقص، ناقص لان البي كده اهو، البي عموديه على السطح كده اهو. حضرتك لما تتحلل تتحلل ازاي؟ هي عموديه كده اهو، تتحلل ازاي؟ تتحلل يمين و وفوق. انا عايزه ايه؟ عايزه اليمين اهو، البي عامله كده عموديه على السطح المائل، دي كانت عموديه على السطح المائل كده اهو، دي كانت عموديه كده. فلما اتحللت اتحللت كده وكده تحت. حضرتك دي كانت عامله كده لما حللتها افقي، حللت كده وتحت. حضرتك دي عامله كده الاتجاه المعاكس لما تتحلل، تتحلل فين؟ تتحلل كده و والفوق. فحضرتك طلعت ناقص بي ساين بيتا في باي دي ال2 يساوي زيرو. حضرتك قال لك هنعمل نفس القاعده، نعمل نفس القاعده يا يا محمود. ايه القاعده يا محمد؟ القاعده ان احنا لو عندي اي اثنين بارشال مضروبين في بعض هنشيل اي اثنين بارشال مضروبين في بعض. حضرتك هن ايه؟ هنعمل لهم اجنور. وبعدين حضرتك ده تخلص من الحاجات اللي احنا مش عايزينها. الباشمهندس الجميل بيقول لي استنى تريح الموضوع شويه، تقسمي على باي دي، مش كل الباي دي كله، احنا قلنا الكلام ده ثابت، اقسمي على باي دي كله. قلت له عينيا يا حبيبي اهو، باي دي باي دي باي دي باي دي، كل الباي دي هنمشي اهو، كل الباي دي مشي خلاص، ما بقاش عندي باي دي. حضرتك شويه دول نحتفظ، احفظ احفظ الشكل ده، احفظ الشكل ده علشان هنحتاجه دلوقتي. الباشمهندس بيقول لي الاول شلنا ال1 وال2 دول لانهم يعني
يعني بصراحه مضايقني. تعالى كده ما نشيل ال L2 وال L1 يا محمد، تعالى كده يا حبيبي شيل معايا ال L1 وال L2، تعالى اقولك مبالغين شويه، مش دي ال L1 ودي ال L2؟ طب الزاويه دي بتساوي كام؟ ها؟ الزاويه دي بتساوي كام؟ بيتا. والزاويه دي بتساوي الف. الزاويه دي بتساوي الف. المسافه الافقيه دي بتساوي ايه يا حبيبي؟ دي اكس. طب ال بتساوي ايه بالنسبه لدي اكس؟ ال واحد بتساوي ايه؟ الباشمهندس بيقول العلاقه ما بين المايل ده والافقي ده تديني ايه؟ كوزاين. اسم الله عليك، يبقى كوزاين الفا بيساوي ها؟ دي اكس على ال واحد، يبقى كوزاين بيتا بتساوي دي اكس برضو على ال اثنين. اذا ال واحد بتساوي كام يا حبيبي؟ دي اكس على كوزاين الفا، وال ال اثنين بتساوي دي اكس على كوزاين بيتا. دي اكس على كوزاين بيتا. اطلع كده الباشمهندس بيقول الاول هنضرب سيجما اكس في اتش. اقول له حاضر. سيجما اكس في اتش. ها كمل معايا. ها سيجما اكس في دي اتش زائد سيجما اكس في دي اتش. ثم ناخد بقى دي سيجما اكس. دي سيجما اكس في اتش. ادي دي سيجما اكس ونضربها في اتش اهو. وبعدين دي حاجه بعد كده نضرب دي سيجما اكس في دي اتش تبقى ايه؟ اجنور. احنا اتفقنا حضرتك ناقص سيجما اكس في اتش. حضرتك دي هتتشال مع دي الاول. تعالى بقى نشيل بقى ال L1، احنا شيلنا ده، شيل L1 وحط ايه؟ دي اكس على دي اكس على كوزاين الف. دي اكس على كوزاين الف، شيل دي وحط دي اكس. دي اكس على كوزاين الف. وحط دي، شيل برضه دي وحط دي اكس على كوزاين الف. مليني بقى كده، شيل دي وحط دي اكس. حط دي، شيل دي، حط دي اكس على كوزاين بيتا، وحط شيل دي يا باشمهندس، وحط دي اكس على كوزاين بيتا. مليني بقى، مليني يا كروس. ايوه يا دكتور. مليني اللي طالع من دول يا حبيبي، يلا. من اول هنا يا كروس، خلصنا احنا من اول هنا. ماشي. ميو واحد بي كوزاين الفا. ميو واحد بي كوزاين الفا. اللي نايم لحد صاحي. دي اكس. فدي كوزاين الفا هي راح يا كروموس راحت مع كوزاين الفا اهي. ما بقاش عندنا الا دي اكس. زائد ها؟ دي. زائد دي كان الفا. زائد ميو 2 دي اكس. زائد ناقص بي ها؟ تان دي. كل دول كل ده ايه دي اكس؟ بيساوي دي دي اكس دي دي اكس بيتا الالفا دي اكس. طب هو انا كاتبه دي اكس. ايوه دي تمام. الله يرضى. خلاص يا شباب، ابلغنا بقى المهم المتحدين. المهم المتحدين بعد دقيقه واحده هتبص تلاقي حوالي زي بتاع الرود رو. هوصلك للمرحله دي وسيله. كمل في البيت ان شاء الله. خلاص يا باشمهندسين، الباشمهندس انا عندي كم متغير دلوقتي؟ ها؟ عندي كم متغير؟ عندي دي اتش عايزاه ولا مش عايزاه يا باشمهندس؟ عندي دي اتش عايزاه ولا مش عايزاها؟ الدي اتش عايزاها ولا مش عايزاها؟ عايزاها. ده هي اللي انا بدور عليه، لان انا عندي البلاج تيوب برو التغير في الدايمتر ولا في السيكنس؟ في السيكنس. يبقى هو ده اللي انا عايزاه. طب السيجما اكس عايزاه ولا مش عايزاه؟ اللي هي دي سيجما اكس. ما هو ده اللي انا بدور عليه عشان اعمل التغير ده. ده اللي انا بدور عليه عشان اعمل التغير ده. امال فاضل ايه اللي انا مش عارفه؟ دي اكس دي لا دي اكس دي ما تنفعش. طب جمع كده الاول، جمع كده الاول. عندي سيجما اكس دي اتش واحده واحده اهو، ولا انا حافظاها والله ولا هقول لها حاجه. لا يمكن اقدر احفظها وانت لا يمكن تقدر تحفظها. بس تثبتها اذن مره واحده مره واحده مره واحده. زائد سيجما اكس في اتش دي سيجما اكس. وبعدين يا حبيبي ها بعد كده نعمل ايه؟ وبعدين نعمل التحويل ونعمل كده اهو. وبعدين نحط هنا دي اكس بس يساوي زيرو. ايه اللي جوه هنا؟ لم كده جمع. الباشمهندس يقول لي ادي الاول عندي ميو واحد بي زائد ميو ميو 2 بي. اه
هيبقى عندي تان الفا ناقص تان بيتا. بس ادي كل الحدوته، ادي الحدوته كلها. لكن الدي اكس ده عباره عن ايه؟ الدي اكس دي عباره عن شريحه انا خدتها عشان اعمل عليها الانتجريشن، خدتها عشان اعمل عليها الانتجريشن. عايز اتخلص منها يا محمد، عايز اتخلص منها. ده تعالى كده نتخلص منها انا وانت، هنتخلص منها بس بطريقه شرعيه والله، مش هنقفلها ولا حاجه. تعالى نتخلص منها كده يا باشمهندس محمد. تعالى كده يا حبيبي، هي دي بس هي الحته اللي هي بس اللي في الحدوته كلها. بعد كده والله هتلاقي نفس الديفرنشال ايكويشن هي بغباوتها بشكلها العجر بتاع الروت روم، وهتكمل زي الروت روم بالظبط. تعالى كده ناخد الحته دي، ادي التخانه بتاع، ادي التخانه هكبرهالك وبنغلط في شكلها. ادي التخانه حته الحته اللي احنا خدناها بتاع التخانه اهو، ادي الحته بتاع الماسوره من فوق. كنا بنقول دي ايه يا باشمهندسين؟ المسافه دي ايه؟ كنا بنقول دي اتش صح؟ كنا بنقول دي ايه؟ دي اتش من اول هنا لحد هنا اتش زائد دي اتش. وادي المسافه دي اهو اللي هي دي اكس، وادي ال واحد وادي ال اثنين. حلو الكلام؟ طب حضرتك لو انا قلت لك بقى، هل من اول هنا يا سمير الحته دي هي دي اتش؟ هو ده الفرق ما بين التيوب وما بين الرد. الرد كانت واضحه خالص، المثلث ده بيعمل لي دي دي البارشيال دي، المثلث اللي كان فوق ده كان بيعمل لك البارشيال دي. لكن هنا لا، بص كده يا محمد، بص كده يا حبيبي، هل كل المسافه دي هي البارشيال اتش بالدي اتش؟ دي اتش هي دي ولا لا؟ اهو الحته دي هل دي اتش؟ الباشمهندسه بتقول لي يعني هي دي اتش؟ ما هو دي لو عشان تبقى دي الدي اتش، الاتش دي مش الاتش، امال الاتش فين؟ قالت لي بوريلي خط كده، خط داش لاين من خط افق كده داش لاين من هنا، يبقى المسافه دي بتساوي كام؟ المسافه دي بتساوي كام؟ اتش. حضرتك يبقى المسافه دي بتساوي كام؟ يبقى المسافه ده اهي هتساوي دي اتش ناقص الحته دي. يبقى حضرتك الدي اتش بتساوي ايه؟ يبقى الدي اتش هنسمي الحته دي، الحته ده اهي هنسميها ايه؟ والمسافه ده اهي هنسميها ان. الحته دي كده هنسميها ان، والحته دي هنسميها ان. يبقى الدي اتش بتساوي كام يا باشمهندسين؟ هتساوي الحته ده اهي ناقص الحته دي، هتساوي يبقى الدي اتش هتساوي الان ناقص الان. الحته دي اتش او التغير في الاتش هيساوي الحته دي كلها ناقص الحته دي اللي في الهواء، اللي تحت الصغيره دي. حضرتك تعالى كده طلع لي، هات لي الام من ال واحد و والدي اكس، بلاش ال واحد، خلينا في الساين الفا، في الالفا، خلينا في الالفا بس. عايزين بقى حاجه معروفه، عايزين حاجه معروفه. حضرتك عندي الام وعندي الدي اكس وعندي الالفا، دي الفا ودي بيتا. بيتا حضرتك بقى طلع لي، سيبك من ال واحد احنا خلصنا منهم خلاص فوق، خلينا بقى في الحته ده اهي والحته ده. ها الدي اتش بتساوي ام ناقص ال، الام بتساوي كام؟ الباشمهندس بيقول لي تان الفا بتساوي ام على دي اكس. يبقى معنى كده ان الدي اكس بتساوي ام على ده، احنا عايزين ام، ام بتساوي دي اكس في تان الفا. وكمان ايه؟ الام هتساوي ايه بالتبعيه؟ زيها بالظبط، الام هتساوي دي اكس في تان دي. عوض بقى كده يا حبيبي، شيل كده، طلع لي الدي اتش بتساوي ايه؟ ها طلع الدي اتش بتساوي ايه؟ هتساوي دي اكس تان الفا ناقص دي اكس تان بيتا. يعني معنى كده الدي اكس بتساوي كام؟ اذا الدي اكس هتساوي دي اتش، الله ينور عليكي، على تان الفا ناقص تان بيتا. بس ادي كل مفتاح القضيه، كل مفتاح القضيه يا عم كده خلصت القضيه. والله شيل بقى بعد اذن حضرتك الدي اكس ده اهي، وحط كده اهو بدلها دي اتش على تان الفا ناقص تان بيتا بتساوي زيرو. شيل دي اكس اللي احنا حطيناها هنا اهو، وحط بدلها دي اتش على تان الفا ناقص تان بيتا. افتح الكورس كده، اعمل لي بقى كده يا علي، اعمل لي كده يا حبيبي،
يبقى في الكوست دي اكس هتساوي صفر. دي اكس بقى دي اكس سوري. تمام الله يرضى عنك. قال لحضرتك معلش ليت ليت واحد ميو واحد زائد ميو اتنين على تان الف ناقص تان بيتا. حطها بعد اذن حضرتك ببي ستار. صعبه؟ مش حاجه خالص. خلي بالك من الحاجات دي عشان اطلع لك المندرل اسهل من السهوله بعد كده. هنطلع المندرل دلوقتي اسهل من السهوله كده. يبقى حضرتك هو قال لك ايه؟ حط ميو 1 زائد ميو 2 على تان الفا ناقص تان بيتا بيساوي بي ستار. يبقى حضرتك كل اللي هنشيله هنعمل نشيل ده كله كده ونحط ايه؟ هنحط هنا ايه في بي ستار. خلاص خلصت القضيه. الباشمهندسه بتقول لي ما هو ده كله دي اتش، في عندي دي اتش بره، تخلي ده زي ما عملنا في الـ في الـ في, الـ في المره اللي فاتت. خلي بالك من دي، احفظ دي، احفظ الكلام ده اهو، خلي بالك منه لان هقوله لك بعد دقيقه واحده. حضرتك لو انا عملت بقى سهلت الدنيا كده وعملت لها ديفرنشال ايكويشن تعتبر وفرقت ما بين المتحاربين هيبقى عندي ايه بقى؟ ها قول كده، قول يا محمد الواد اللي بينكس في دماغه ده. ها مالين يا حبيبي؟ عايزه بقى انضف فيها، عايزه اخلي انا عندي دلوقتي عنصرين هكملهم، الدي اكس يا محمد والدي اتش، الدي اكس والدي اتش، عايزه اخلي دول لوحدهم ودول لوحدهم. الباشمهندس بيقول لي كل دول دي اتش دخلي معاهم الدي اتش دول كله. يبقى حضرتك عندي هنا اتش دي سيجما اكس زائد دخل بقى يا حبيبي كده، في عندي هنا ايه؟ عندي سيجما اكس كمان زائد ها البي البي اهو البي اهو هو بي ستار زائد ايه؟ زائد واحد زائد واحد بي ستار زائد واحد اهو. طلعت البي خدت في عامل مشترك البي البي في عامل مشترك اهو في ده كله في ايه؟ مفيش اكتر من كده. تاني حضرتك الاتش عايزها؟ الاتش عايزها؟ اه ده هي اللي انا بغيرها. البي سيجما اكس اللي انا عايزاها، سيجما اكس عايزاها هي اللي هتغير الاتش. سيجما اكس هي سيجما اكس. البي عباره عن البي ده هي البي ستار عباره عن البي ستار عباره عن كونستانت بيساوي ميو 1 زائد ميو 2 على تان الفا ناقص تان بيتا. حضرتك المال دي عباره عن ايه؟ عباره عن رد فعل الضاي على 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 التيوب من بره، وهي رد فعل البلاج على على التيوب من جوه. يبقى دي عباره عن رد فعل البلاج على التيوب من جوه ورد فعل على الضاي على التيوب من بره. حضرتك انا على حاجه ده رد فعل، انا عايز اعمل الفعل الاول. قال لي ما خلاص الحدوده دي خلاص خلصت. انا دلوقتي عندي كام نوع من انواع الاستريس؟ اولا دي بلان سترين. بلان سترين ليه؟ علشان عشان عشان الدايمتر قلنا نيرلي كونستانت. الدايمتر الاكترنال دايمتر نيرلي كونستانت. فاعتبر الموضوع بلان سترين. بلان سترين قلنا البلان سترين كل نسوة نسبة بيقولوا لنفس النتيجة. ايه النتيجة بتاعتهم؟ ها؟ ايه القانون بتاعهم؟ قول يا ولد. اس بتساوي سيجما ماكسيموم ناقص سيجما مينيموم. ده حضرتك فين؟ ده حضرتك الشرط بتاع البلان 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 سترين. حضرتك انا عندي كام؟ كام ستريس هنا؟ اثنين. حضرتك سيجما اكس و والبي. يبقى حضرتك لو عوضنا ده هنفترض ان سيجما اكس ماكسيموم ناقص ناقص البي. يبقى حضرتك اقدر اطلع البي ولا لا؟ البي بيساوي ايه هنا؟ البي بيساوي باشمهندسه بتقول لك اذا البي هتساوي اس ناقص سيجما اكس. حضرتك حط هنا مكان دي هتلاقي نفس الروب روم هتلاقي نفس الروب روم تعرف الروب روم. كمل بقى يا باشمهندس. حضرتك هتكمل زي الروب روم بالظبط اهو. نفس المعدل ايه؟
المعدل هي باشمهندسين بالظبط هي اللي بدانا فيها الرود رول. حضرتك نفس هي المعدل، راجع كده الرود رول بدل ما انت قاعد عمال فرحان بنفسك كده هتلاقيها نفس الموضوع ده. بعد كده حضرتك كل اللي هتعمله هتفك المعدل دي وتاخد تفصلها شمال ويمين وتعمل الانتجريشن، هيطلع لك بعد التكامل الجميل سيجما اكس ايه على اس الانسترين، سيجما اكس ايه على اس بيساوي نفس الكلام بي ستار زائد واحد على بي ستار في واحد ناقص اتش افتر على الاتش بيفور باور بي ستار. ادي المعدل هتطلع كده، ادي المعدل بعد ما تكامل هتطلع المعدل دي. يبقى المعدل دي حضرتك هي المعدل بتاعتك، دي المعادلة اللي احنا هنشتغل عليها وحل عليها مسائل. انت حضرتك هتروح تعملها؟ هتروح تعملها من الاول للاخر. هتروح تعملها من الاول للاخر لو انت عايز مصلحتك. ده معادلة في المستوى هبل يعني. خلاص يا باشمهندسين، ادي بتاع البلاك تيوب درو حضرتك يستوي فيها الفلوت بلاك والفيكس بلاك، يستوي فيها الفلوت بلاك والفيكس بلاك. كل اللي انت هتعمله الميو اللي هي البي ستار ده اهي اللي هي بتساوي ميو 1 زائد ميو 2 على تان الفا ناقص تان بيتا. حضرتك تبقى مركز في الزوايا، تبقى مركز في الزوايا فقط لا غير، تبقى مركز في الزوايا وفقط لا غير. والحاجه الثانيه تبقى انت عارف ان الميو 1 والميو 2 عباره عن ايه؟ عباره عن قيمتين متساويين فهيديك قيمه ايه؟ قيمه واحده. حضرتك ايه المندل بقى؟ المندل اللي طلعها بقى معادله جميله جدا. ابدا منين لو انا طلبت منك المندرل؟ ابدا من المعادله دي يا باشمهندس، ابدا من المعادله دي او بعدها او اللي انت هتفكها. حضرتك المندرل ايه الفرق بين المندرل والجار؟ ما دي حاجه في الزور ودي حاجه في الزور. قال لك لا، هي في حاجه في الزور وحاجه في الزور، بس حاجه واحده حاجتين اللي بتفرق معايا. اولا البيتا بتساوي في المندرل ايه؟ البيتا بتساوي هنا ايه؟ دي اسطوانه مدوره، اسطوانه مدوره، يعني البيتا بتساوي ايه؟ الباشمهندس قال البيتا بتساوي زيرو. تان زيرو بيساوي كام؟ تان زيرو بيساوي كام؟ زيرو. تان زيرو بيساوي زيرو. يبقى اول حاجه في الموضوع ده ان البيتا هنا اهو، البيتا بتساوي زيرو. البيتا بتساوي زيرو. حضرتك عندنا في البلاك تيوب برو دايما الفريكشن فورس الترنال واكسترنال بيبقى في اتجاه السحب ولا عكس السحب؟ دول واقفين اهو، دول ثابتين، البلاك والدال ثابتين، وانت بتسحب الماسوره من جواها، فحضرتك الاثنين بيعملوا ايه؟ بيعكسوا سحب الماسوره، يبقى الفريكشن فورس في حاله البلاك الاثنين فين؟ عكس اتجاه السحب. قال لك المندل بقى لقوا في حاجه واحده بس بتختلف. حاجه واحده بتختلف. هما المندل ده بينسحب مع الماسوره جوه؟ بيمشي مع الماسوره جوه. لكن حضرتك لو الانترفيس، ما بين التيوب والمندل، الانترفيس ما بين التيوب والمندل، هما الاثنين ماشيين مع بعض. هما الاثنين ماشيين مع بعض. حضرتك لكن الكريستال او التيوب، الجسم بتاع الماتيريال بتاع التيوب، حضرتك بيتسحب، اما المندل بيعمل ايه؟ ما بيتسحبش. فكل القضيه من غير ما تتعب دماغك الجميله، لا حضرتك ان الفريكشن فورس اللي جت في الاتجاه ده انعكس بقى في الاتجاه ده. كل الحدوته ان بدل الفريكشن ما هو في اتجاه عكس السحب بقى فين؟ في اتجاه السحب. بقى مع اتجاه السحب. ادي كل القضيه. البيتا ستار بقى راحت فين بقى؟ افتكر كده قانون بيتا ستار راح، كان بيقول لنا كنا بنقول ايه؟ بنقول ميو 1 ناقص ميو 2 على تاني الف ناقص تان بيتا. قلنا بيتا خلاص بتساوي زيرو. ميو 1 ناقص ميو 2 هيساوي كام؟ ها؟ زائد ليه؟ لانهم كانوا الاثنين في اتجاه واحد عكس اتجاه السحب، لكن دلوقتي اتعكسوا. البلاج يا باشمهندسه كان هما الاثنين في الاتجاه ده، دلوقتي بقى واحده في الاتجاه ده اهو يا باشمهندسه يا محترمه اهو، والثانيه فين؟ الاثنين في الاتجاه مختلف. بقى بي ستار مندرل حضرتك بيساوي ايه؟ حضرتك بتساوي ميو 1 ناقص ميو 2 على تان الفا ناقص تان زيرو.
فين؟ البيت راحت فين يا ولد؟ حضرتك 101 بتساوي 102 وطرحتهم من بعض يبقى بيساوي كام؟ بيساوي زيرو. حضرتك ارجع بقى للمعادله الكامله دي، حط دي بتساوي زيرو، حط دي بتساوي زيرو فين؟ في المندل. حط دي بتساوي زيرو في المندل. المعادله اتحولت لايه؟ الباشمهندس بيقول لي اتحولت الى مين اللي هيقول وانا اديله درجه؟ فريكشن لسه رود رو، اتحولت الى فريكشن لسه رود رو، يبقى فكرنا اديك الدرجه خلاص؟ حضرتك اتحولت الى فريكشن ليس رود رو، حضرتك المعادله بتاعته بقت ايه؟ بقت سهله وجميله. حضرتك هتروح تثبت الكلام ده كله علشان ربنا يصلح حالك في ايديك. حضرتك المعادله اتحولت الى المندريل او فور مندريل سيجما اكس اي على اس بتساوي لين واحد على واحد ناقص ار لين. انت اعمل بقى اللي انت عايزه. ايه على ايه؟ لين ال على النقطة زي ما انت عايز. الصيغة اللي تجيلك، الصيغة اللي تجيلك حضرتك دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن مندريل، مندريل، مندريل تيوب، تيوب دروب. ودي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن، دي عبارة عن بلاج، بلاج تيوب دروب. خلاص كده الترونك خلصناه، مفيش حاجة كده.